أول بلبل تمسكه في المصيدة اللي هي مصنوعة من قفص عصافير، ده أول بلبل يدخل. حبيت أشارك معاكم بس النتيجة بتاعت التجربة علشان أثبت لكم وأكد لكم إنها بتصطاد. أنا ما كنتش قاعد موجود وما شفتوش هو بيدخل، أنا طلعت كده فجأة على السطح لقيته ممسوكة. بلبل فرخ لسه صغير، لون الريش بتاعه بصوا بني فاتح في الراسة، لما الراس تغمق خالص واخر الديل طرف الديل يبقى اسمر خالص، ده بيبقى بلبل كبير في السن. يلا مع اخواتي نرجع نعيد نصب المصيدة، حط بلح العجوة برضو بصوا في الباب كده. دي حمامية جاية غريبة على الحمام، طبعا في حمام بلدي كده بيبقى طاير من صحابه. الباب مثلا بتاع الأوضة اللي حاطينه فيها وحابسينه اتفتح غصب عنهم وطلعت، بس مبيبقاش عارف بتاعت مين، فبسيب الحمام اللي بيجي ده بيعرفني الدكر من النتاية في الحمام بتاعي، بسيبه شوية لغاية ما تولف على دكر أو نتاية على حسب ما تكون، وأعرف إن اللي ولفت عليها دي ملهاش زميلة، فأخدت اجيب لها زميله بقى واتصرف يعني او ابيعها او كده. دي لسه جايه لي امبارح وباتت مع الحمام، وفتحت النهارده وما طارتش ومشيت يعني واقفه زي ما هي. ودي برضه جايه لي من حوالي كام يوم برضه، بس لسه ما لقيت لها الصحاب. بنصورها انا كده فيديو قصير وصور وبوريها للجيران، بس محدش اتعرف عليها بصراحة لسه. حمامية زغلولة هي كمان طايرة من العش بتاعها، شبه الحمام البنيلي بس هي شكلها بلدي، طايرة من العش لسه صغيرة هي مش كبيرة، شكلها مش كبيرة، جاية على الحمام حطت لها شوية أكل على الأرض كده علشان تاكل. بسم الله ما شاء الله شكلها ميتة من الجوع. طبعا ديت برضه هتيجي ما بتمشيش، يعني بيجي على الحمام بتاعي حمام بلدي عند اللحم الفرنساوي من جامبو الجامبو، بس الحمامة ما بنطيره. الحمام الغريب اللي بشوفه اللي هو ملوش صحاب زي كده بيجي على الحمام بتاعنا، لان معظم الناس عندنا حبس الحمام بتاعها، نادر لما تلاقي حد مطير حمامه. فالحمام المحبوس لما بيتفتح له يتفتح غصبا عنهم الباب او شباك بيطير الحمام زي كده ويجي بقى. وفي حمام طبعا معشش عندنا بعض الاماكن زي العماير العاليه، الحمام اللي بيطير من صحابه بيعشش على العماير العاليه اللي مش مسكونه وبيطلع بقى زغاليل، والزغاليل طبعا ما بتلاقيش مكان تروح فيه، فلما بتلاقي حمام طاير زي الحمام بتاعي بتنزل عليه، لان طبعا مش لاقيه تاكل ولا تشرب متشرده، فبتيجي هنا بقى بتلاقي الاكل كتير والفاص متعلقه في الاوضه والحمام واقف بيبات، بتدخل تبات معاه وتطلع معاه وهكذا، وخلاص بقت واحده مننا. طبعا انا كنت بدور على اصحابه، كنت باخد الحمامه اللي تيجي، انا جالي عوالي يعني قلت لكم ادي جوز 2 3 4 5 حوالي 5 جواز او 6 جواز، بيجي فرده لوحدها جوز جاي مع بعضه، كنت باخده الف بيه على الجيران الجوز اللي يجي او الفرده الحمام اللي تيجي. فالجيران بقت اللي ضايع منها حمامايه بقت تيجي تعرفني، ولو جت بوديها لها
شوية شوية لقوا الحمام بيجي عندي كتير، ف اللي تقول لي انا طار من عندي 10 جواز 15 جوز 20 جوز، يعني تقريبا الحمام بتاعها كله طار يعني. واللي وديه بقى الحمام اللي وديها ما يقولوش ديت بتاعتي او مش بتاعتي. ما علينا، ان بعض الظن يسمى. فانا بصراحة بدأت اقلق من الموضوع دوت، وال سيبت عندي جوز كده بحس يعرفوني الحمام الزيادة عندي النتاية من الذكر، يعني لو نتاية جاية ولفت على ذكر بعرف ان في ذكر زيادة، هوت ذكر جاي غريب ولف على نتاية عندي بعرف ان في نتاية عندي زيادة. هو بيعرفني بصراحة اذا كان عندي حاجة زيادة، لان الحمام عندي حر مطلوق طليق كده. وما كنت بطير الزغاليل لو في فردة لوحدها بطيرها عادي، ما بتبحش او ما كنت بطير كله جوز مع بعضه طالع، فردة لوحدها طالعة، جاله سلمونيلا عند الحمام قبل كده وحاولت اعالجه وديته في الموكس. في الموكس كان عالي باين عليه، عمل له روشة، فالروشة موتت منه كذا واحدة، فما بقيتش عارف بقى الذكورة من نتي. فسيبت الحمام الغريب اللي جاي علشان يعرفني اذا كان عندي ذكور او نتي زياده. بص الذكر الحمام دوت لف على رجليه حب الفتل. يا جماعه خدوا بالكم الفتل اللي هي بتاعه الشكاير، لو فتله بتاعه شكاره. هو فين الذكر؟ فتله شكاره بتلف على رجل الطائر او الفرخه بتاذيه، اللي هي الفتل دي بتاعت الشكاير دي. فين الذكر؟ طبعا هي لما بتبقى نتايه وفي ذكر زياده عندي بيزوف عليها ويرغض كده ويلف حوالين نفسه وينفش ريشه عليها وعامل ذكر يعني، فهي بتولف عليه. ولو هو ذكر برضه بيروح كل شويه على حمامه ينتهي، كل ما يلاقي حمامه ينتهي يزوف عليها ويقعد يرغض لها كده ويلف حوالين نفسه، فهي طبعا بتعجب بيه وبريشه المنفوش ده هوت، وتفكره يعني ان هو ذكر بقى وبتاع وتولف عليه. واعرف كده ان في نتاية زيادة عندي او ذكر زيادة. بس دي شكلها بربارة يعني لسه زغلول. نشوف الاول كده هيجي معاه زغلولة تانية شبهها ولا مش هيجي، ولا الدنيا فيها ايه، ونقول لكم برضو ان شاء الله على التفاصيل. هنعمل لكم سلسلة حلقات على الحمام اللي بيجي بس عندي، لان بيجي حمام كتير جدا. انا ما كنتش متخيل ان في حمام كتير كده مالوش صحاب وطاير او حمام براوي يعني.